اهلا منورين. يا نور حضرتك يا رنا. اقف في التلفزيون يا تيفا. سيبيه يلعب يا مدام، مش احسن ما يشم ولا يغتصب واحده زميلته في المدرسه؟ ايه ده ايه ده؟ طب هي عاليه فين؟ هي مش هتيجي؟ هتلاقيها بتظبط نفسها يا يونس. هما بنات اليومين دول يس وايه من غير الاكستنشن والبوش اب والسيليكون. طب ده احنا مره كنا جايبين نسوانا وكردي والبت لسه بقلعها والله. لا 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 انا بنتي عاليه كله طبيعي في طبيعي. ومين يشهد للعروسه يا ام العروسه؟ بكره نقعد جنب الحيطه ونسمع الزيطه. عموما احنا يونس ابننا سباح وجاهز من مجاميعه وشقه امه موجوده. اللهم طولك يا روح. وعلى كده الابوار ما فيهوش بسبوسه بالبندق. شوفوا يا بهوات، انا بنتي ما تخشش على عفش قديم. البيت هيتفرش احسن فرش، والعفش هيجي من دمياط بالطياره، بس مش هنكتب قايمه. وانت يا يونس هتصرف على بنتي منين؟ انا اللي اعرفه انك ما بتشتغلش. ولا مؤاخذة في الكلمة، أمك اللي كانت بتصرف عليك. لا والنبي والنبي اديني طلقة في الفانيلا. مش طايق الفانيلا. أنا راضي. مساء الخير. ما شاء الله، كل عاوز باب بالفلق. من شر ما خلق. تعالي يا عروسة اقعدي جنبي. لا أنا مش شايفة. ده أنا شارب فودكا، العصير هيعلي معايا. اسم الله عليك يا حبيبتي، اسم الله عليك. انت بتعمل ايه؟ انت فاكرها لانكا؟ بعيني يا يونس، في ايه؟ انت لما انت تعين انا اعمل ايه طيب؟ عينت خلاص. نقرا تقروا الفاتحه؟ قوم يا بنت اقعدي هنا. اه والنبي يا عم، انا عايز اقول كده من الصبح. حاضر. في ايه يا اخوانا؟ البضاعه عجبانا واحنا شاريين. كاتب الكتاب والدخله الجمعه الجايه. انت مستعجل عليا يا جدع انت. ومين فيهم يا بنت اللي هيخش عليك؟ يونس طبعا يا بابا. مين فيهم يونس؟ انا طبعا يا بابا، انا طبعا يا عمو. بقول لك ايه يا جدع انت، هو انا مش مرتاح للجوازه دي. قوم يا بنت خش جوه. حركه. حاضر. اما نشوف بقى مين خان يونس دوت اللي ظهر فجاه. تسمح لي بكلمه على انفراد؟ اوريك مين خان يونس اللي طلع فجاه ده؟ هنطول اجيب معايا العلبه ولا؟ بالعلبه يا حبيبي. ما تموتوش والنبي. ما تخافش انا مش هاذيه. انا عايز الفانيلا بس. سيجاره يا ابو عليا؟ ما دخلش. ابو عليا انت عمرك رحت كفر الشيخ؟ لا يا شيخ. الست امتسال جارتكم اللي في الدور الرابع خامس شقه على الشمال، اخبارها ايه؟ الحقيقه انا علاقتي محدوده جدا بالجيرانها. محدوده لدرجه انك تجيب لها سلسله ما شاء الله عيار 18؟ انت بيوصى على سبع جار. والخمس كلاسين للامبراطور اللي هديتك بيهم. النبي اللي بتهدي. وقميص النوم الشيفون اللي النبي توطي صوتك. تصلوا الحوض. النبي يقول واحدة كمان. النبي بقى اتنيل، انت طلعت راجل تافه. اوعى تيجي الفرح بالفانيلا. لا هلبس حاجة تحتها. يا يويو، كاتب الكتاب والدخلة يوم الجمعة الجاية. فهمتي؟ ولا حاجة. فاهمة ولا لأ؟ فاهمة يا باشا. أنت هتعملي فيها ظابط ولا إيه؟ ما أناش عارف! أنت بقى! أمرك يا فندم! عارفة أنتوا آخركوا إيه؟ تحشوا محشي. لا يا باشا، أنت ما دقتش المحشي بتاعي بقى، وخصوصًا الكوسة. عليا خلطة. ما ناويش بيه؟ إحنا مش هنفطر بقى. يا حبيبي عينيا. إيه؟ أمرك يا فندم! تعالي! نعم يا فندم. جبنة الرومي. صح يا فندم. ترشي. هو سندوتش يبقى ليه طعم من غير ترشي؟ لبابة. من غير لبابة يا فندم. شاي. حليب منه فيه؟ أمال لو شافت مناويشي. أيوه. أنا سامعك وأنت بتقولي مناويشي. اسم المناويشي بيه. بالنسبة لك أنت مناويشي بتمشى. هحضر الاجتماع وأنا على لحم بطني. على لحم بطني. يروح. لا والنبي بلاش بلاش بلاش. ما جعانة اسمك. والنبي بلاش عشان خاطري. احنا عندنا هنا اكفأ الضابطات في مصر. عاملين لهم إدارة خاصة تحت إشراف العميد المناويشي، يعبروا فيها عن نفسهم، ولا إيه يا مناويشي؟
بالفعل جنابك. يا هانم، احنا بنرفع شعار البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد. احنا هنا بنحافظ على كرامة بناتنا وهم بيأدوا احسن اداء. يعني مثل صباح الخير سعادتك، حضرتك تؤمر بحاجة؟ ايه اللي انت شايلاه ده يا عزم؟ دفتر مناويش بيه. انا حضرت لك الفطار والشاي وحوصلك على المكوى وهروح اشقر على الغدا كرومب زي ما انت طلبت. كرومب؟ ايه ده، ما سمعتكيش كويس، انت حضرتي له الشاي والفطار؟ احنا هنا كظابطات في الادارة نقدر نحشي ونطبخ ونكوي. ده كلام غريب جدا يا سيادة اللواء. فطار ايه يا بنتي اللي بتحضريه؟ ايه ده، هو انا شكلي عكيت الدنيا ولا ايه؟ الحقيقة الله يخرب بيتك وديتيني في داهية. انت اسمك ايه؟ اسمك يا فندم، انا الحمد لله على كل حال بستغل طاقتي وقدرتي على خدمة مناويشي بيه. انا طاقة يا فندم، طاقة. حتى اسأليها يا فندم، انا كل يوم بعمل سندوتشات مربى بايديا دول. تقريري مش هيعجبك يا سيادة اللواء. ارجوكي ترياثي شوية، خلال اسبوع واحد هتكون. ارجوك انت سيادة الظابط عصمت، اتفضلي معايا. يعني كان لازم تخلي الظابطة هي اللي تعمل لك الفطار. ما انت بتفطر معايا كل يوم. رجعتيني للتدخين تاني بعد ما بطلت من 15 سنة عشان في دور الضابط عصمت؟ عايزة تطلعي مهمات عصمت؟ يا باشا انت كل شوية تقولي عايشة لي في دور الضابط عايشة لي. امال انا يا باشا؟ ما انا ضابط يا باشا. ضابطة ضابطة ضابطة. عارفة يعني ايه ضابطة؟ يعني ولا حاجة. انت ولا حاجة. انا ولا حاجة يا باشا، بس هدي انت نفسك يا باشا والله. لا حاضر عصمت، نجربك يا ماما. حاضر نجربك. فطري ايه ده يا فندم؟ اول اجتماع ليكي في الاداره الجديده. ده اداره ايه يا باشا؟ السسبنس كله. ده ايه يا باشا؟ سسبنس. ايوه يا وفا كمان بوظت العمليه دي. بوظت لنا اكبر عمليه بنعد فيها من شهور. لا انت ما شفتش، ما شفتهاش وهي بتكلم اللي لولا كانت هنا وتقول لك انا طاقه طاقه. اهلا اهلا يا رفع راسنا يا مشرفانا. يا باشا انت لو قدمت ثواني بس كنت لسه بشكر فيما عليك. انا يا فندم فاشله ومكانك الوحيد في الارشيف. ارشيف ليه يا فندم؟ انا عملت كل اللي طلب مني، وبعدين انا كنت واحده ضمن 10 ضباط. ايوه ما انت بهت عليهم بفشلك. هي كلمه واحده نصرف على مكتبك. ايه؟ شفت صغير زي كمال. شفت كنت هتكسر الباب. حزينة حضرتك. الله عصمت، انت هنا يا ماما؟ بيسألوا عليك في الارشيف. يلا بابا اتحرك. ايه اللي حصل مع عصمت يا مناويش بيه؟ اتفضل اشرح لمدام اكرام ايه اللي حصل بالنسبة لعصمت. ما انا كنت هشرح. اتفضل اشرح. لسه بتعيد عشان اشرح. طب ما تشرح. ابدا يا هانم، المساله ببساطه ان بنتنا عصمت للاسف غلطت غلطه كبيره قوي لما اتنقلت لاداره الاداب. كان في عمليه بنظبطها بقالنا شهور، هي تسببت في بوظانها، فالحقيقه انا قررت ان انقلها الارشيف. ويعني هي بوظتها لوحدها؟ لا يا فندم، دي كانت في مهمه مع ضباط الاداب. نومن باشا. أنا بس مستأذنك في فرصة تانية لبنتنا عصمت عشان تثبت كفاءتها وكفاءة كل ستات مصر. حقها. أيوه حقها، وكل ستات مصر على عيني وعلى راسي من فوق. ما ناويش يتصرف. اتصرف إزاي؟ اتصرف. ما ده اللي هيرجعنا الموضوع القديم بتاع. بلاش الموضوع القديم. ها؟ حاضر يا فندم. ما عليك نبراس. ها؟ نبراز واحد، قولي نبرازين، تلات نباريز. يا ريت كل الرجاله اللي في مصر زي حضرتك. الله، انت خدتي بالك صح؟ اتفضلي اوصلك عشان تشرحي لي نبراز يعني ايه. اتفضلي. يا حلاوتهم، نبرازين على بعض.
انت وقعتي لي منين؟ ورايا ورايا. سراج الدين بعتذر. سراج الدين بعتذر. انت ظابط فاشل. العملية دي باظت تاني مرة بسبب توجيهاتك الغبية. توجيهاتي انا الغبية؟ ادي انا. طب انت موقوف عن العمل وبتحول للتحليل. انا موقوف عن العمل؟ كيف اقدر بقى؟ طبعا حضراتكم عارفين سيادة النقيب سراج الدين بعتذر. انا اللي بعتذر يا فندم على تكمله المهمه دي وبقدم استقالتي. سراج من اكفأ الضباط اللي عندنا، ده غير ان وشه مش معروف. انسى اللي فات بقى وركز في المهمه. هتنسى دي؟ ولو انا نسيتها ولادي اللي بيزعوني كل يوم من النوم عشان يلعبوا اكس هو على وشي هيكسوا. وخدت جزاء عمروسي بيه، اتوقفت 3 سنين عن العمل وقعدتهم في بيتنا، ايه المطلوب مني اكتر من كده؟ الراجل اعتذر وخد جزاؤه. انسى بقى كل الخلافات اللي بينا عشان خاطر مصر. مسكتني من ايدي اللي بتوجعنا يا فندم. حاضر. اتفضل يا سيدي. طبعا حضراتكم كلكم عارفين واكيد درستم في اعدادي ان مصر كانت تتمتع بجواها اللطيف. حار جاف صيفا دفيق ممطر شتاء. إنما الحقيقة من 5 سنين اتقلب الحال خالص وأصبحت برد موت صيفاً ديب فريزر شتاءً. لحد امبارح كنا فاكرين إن اللي بيحصل دوت غضب من ربنا سبحانه وتعالى، لكن بعد تحرياتنا اكتشفنا إن الحمد لله ربنا راضي عننا. الحمد لله. الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. طب ولما هو الحمد لله ربنا راضي عننا أمال إيه المشكلة؟ التحريات بتاعتنا اثبتت ان في بتاعة كده اخترعت من كذا سنة. البتاعة ديت هي اللي ليها علاقة بتغيير الطقس، واول ما جربت في مصر واعتقد انها نجحت. خلص يا صبحي. لا حاضر فنان. ده فيليو ابن زعيم المافيا في ايطاليا. ما شاء الله، حلو قوي، ايطالي بقى. والمتحكم في شؤون الامور دلوقتي في المافيا الايطالية. جات لنا معلومات إن المافيا الإيطالية وصلت لاتفاق مع المخابرات الروسية إنها تبيع لها البتاعة دي وتسلمها لهم في إيطاليا على يد أهم وأخطر رجال المخابرات الروسية. اللي هو مين؟ قصدك اللي هي مين؟ ماريان بيليجريني. لا لا لا، دي كده جابت قلة أدب وأنا منسحب. لا لا آسف يا فندم، كمل، أنت جيت في أهم حتة مش هقاطعك. تتحدث 10 لغات، شخصية خطيرة جدا، ذكية جدا، عسلية جدا. يا سيدي خلص بقى، عايز اقوم اروح الحمام. ايه المطلوب مننا؟ مسألة واضحة زي الشمس. اكيد المطلوب طبعا ان احنا نجيب البتاعة دي منهم قبل ما يسلموها لمريان. الموضوع مش بالسذاجة قوي كده يا عم القول. من حسن حظنا ان مريان والمافيا الايطالية دايما لما بيتقابلوا في الاماكن العامة، مطاعم، كازينوهات، قال يعني عشان ما يلفتوش الانتباه. خطتنا كالاتي. ايه؟ احنا هنسافر على اننا بنعمل فيلم في ايطاليا. اثناء تصوير الفيلم هنصورهم وهم بيجتمعوا بكاميراتنا واجهزتنا. فيلم؟ فيلم ايه؟ الحقيقه مش عارف، بس لحد ما اعرف مسمي الجزيره. بس في فيلم اسمه الجزيره. الجزيره 2. في فيلم اسمه الجزيره 2. الجزيره 3. في كلام انهم هيصوروا الجزيره 3. الجزيره 9. في الجزيره 9. في فيلم اسمه الجزيره 9. لا مفيش الجزيرة 9. كمل يا صبحي. بما ان الحملة اللي احنا بنعملها دهيت عشان نتخلص من الديب فريزر اللي احنا عايشين فيه، فانا بقترح ان احنا نسمي العملية بتاعتنا بعد اذن معاليك طبعا حملة فريزر. على خيرة الله، ربنا معاكم. اقوم انا بقى اروح اعمل بيبي. مديح القلب محمد البلبوصي. محمد ثبت بالفعل انه مش فيه، ما طلعش بيكذب. خريج دفعه فنون مسرحيه دفعه 2005، عضو عامل في نقابه الممثلين وموظف في التلفزيون. هنا مديح كان عامل دور الدبدوب عزت في مسلسل اسمه 4 في المزرعه. انا اللي اعرفه 4 في المطبعه. ايه
هنا كان عامل الأرنوب لؤي في مسلسل اسمه سانجا ومانجا، حاجة مبتذلة جدا طبعا. بالعكس أنا رأيي سعادتك إن إحنا نجيبه ونقعد نتفق معاه. ليه أنت ناوي تعمل عيد ولادك أو حاجة؟ والله فكرة، أنا بفكر أجيبه يحيى عيد ميلاد نرمين حفيدتي. الله نرمين، يا نهار أبيض، ده أنا ما شفتهاش من إمتى ديت؟ آخر مرة شفتك عندها 5 سنين، عندها كام سنة يا فندم دلوقتي؟ لا ما شاء الله دلوقتي طول بعرض بقت 3 سنين دلوقتي. يا ما شاء الله. لا وقال إيه يا سيدي؟ شبطانة في أيباد في عيد ميلادها. أيباد؟ فاكر نرمين دي كانت خلاص. بعتذر بعدين. سعادة الباشا أنا شايف الولد دوت أصلح واحد نعمله بطل للفيلم. مين اللي أصلح واحد يا فندم؟ ده لا يصلح نفرجه على الفيلم. يا سعادة الباشا الولد دوت لا هيسأل ولا هيقرفنا ولا هيجاوب حتى، وهيبقى طول السفرية. ما تسمعش كلامه، ده هيغرقنا. أنت متعقد الأمور ليه يا بعتذر؟ أهو زيه زي كتير أوي من اللي بيمثلوا اليومين دول، وبعدين إحنا في موقف حرج، في خلال يومين لازم تصوير الفيلم يبدأ في إيطاليا. إيه الأخبار يا بعتذر؟ طمني. تمام، رتبت اوضه الاجتماعات واوضه الكاستنج وعلقنا اليافطه، متهيألي كده شكلنا شركه انتاج على الاخر. كويس قوي. بما انك انت اللي هتخرج الفيلم، عندك فكره عن السينما عامه؟ الحقيقه مش قوي، بس انا بصلي الجمعه في نفس الجامع اللي بيصلي فيه حماده هلال. طب احنا محتاجين اكتر من كده؟ لا تمام، اتفضل سيناريو الفيلم، بص عليه. ده الفيلم ولا الضمان بتاعه؟ دي المشاهد اللي هنصورها في ايطاليا، اماكن التصوير، مواعيد التصوير متناسبة مع اجتماعات ومواعيد مريان مع المافيا الإيطالية. مش يبقى ناقصنا غير حاجة واحدة بس، ميعاد التسليم اللي هنصور فيه مشهد الفينال. تمام، اتفضل معايا اوريك باقي الترتيبات. ده فريق العمل اللي هيبقى معانا في شركة المصباح المضيء للإنتاج السينمائي، كل واحد ليه دور هيعمله بالتحديد. تمام يا فندم. طيب كلمني لنا مديحة. أنا شايف إن إحنا لسه عندنا وقت نعيد النظر في موضوع مديح البلبوسي ده. طيب أدي خبر العروسي باشا بس إنك معترض، عشان هو بقى هيزعل مش أكتر. مديح هايل، بس خليك فاكر يا صبحي بيه، الحملة دي لو باظت هتبقى أنت اللي اديتنا البلبوسي ده. يخرب بيت عقلك يا سناء، أنت عارفة يا بنت إن أنت أصيع فتاة ليل أنا عرفتها في حياتي؟ انت عارفه ان انا بقى بمشي مع عاهرات كتير قوي، منتج سينمائي بقى وكده. منتج شفت يا بعتذر، عاوزني غير عليه. لا مالكش حق يا صبحي باشا. اعملي حسابك ان احنا نتقابل بكره من النجمه، عندنا شغل كتير قوي. يا لهوي بموت فيك يا صبحي وبشقاوتك. هو ده. انا همشي بقى عشان عندي كباريه الصبح بدري. اتحركي. يلا اهلا اهلا اهلا. ازاي حضرتك؟ احب اعرفك على المنتج السينمائي المعروف استاذ صبحي مصباح. ده اللي على فكره اللي عمل سلسله مطاعم ام مصباح لو تعرفها. طبعا يا فندم. ازاي حضرتك؟ اهلا. انا اتفرجت على السلسله كلها. اكيد في العيد. شوف يا استاذ مديح شوف يا استاذ مديح، انا راجل عصابي بنيت نفسي بنفسي، فانا الحقيقه قلت انتج سينما بقى فن. فاحنا بصدد انتاج فيلم ضخم، ما يتخيرش عن حضرتك. يبقى اخراج بعتذر. عمل ناجح ان شاء الله. ان شاء الله. بص يا مديح، الحقيقه انا اتفرجت على كل الحاجات اللي انت عملتها. انت ليه حاصر نفسك قوي في ادوار الحيوانات؟ يعني انت ما عملتش دور بني ادم قبل كده؟ دور بني ادم افتكر لك طبعا. ايوه. لا ايه ده؟ طب نسيبه يرتاح؟ انا عندي مشوار. مديح! لا دور بني ادم ما عملتش حضرتك. بس دي هتبقى مشكلة كبيرة عندنا، لأن احنا للأسف الفيلم بتاعنا عن البني آدمين، هو فيلم غريب شوية معلش. زي ما تقول خيال علمي. لا بص يا فندم، أنا يمكن لسه سكران شوية يعني، بس اللي أقدر أأكده لك إن الممثل الشاطر المتمكن من أدواته كويس يقدر يعمل أي دور يجيله، حتى لو دور بني آدم. الله الله. الحقيقة أنا خرست جملة إنما في المقص يعني زي ما بيتقال. برافو. طيب إحنا متفقين تقريبا، إديله الورق يقرأ يحفظ يعني. أحفظ؟ وأنا هتكلم؟ إيه ده؟ هو أخرس أصلا؟ لا هيكلم. أنت مش بس هتتكلم يا مديح، أنت للأسف هتعمل دور البطولة. ما تقفوش قوي يلا عشان الوقت. بس انتوا
انتوا فاجئتوني الصراحه. تسمح لي اخش الاوضه دي بس افكر؟ تفكر وبعدين بعتذر ضيفنا. يعني ارتب ترتيبات يعني واشوف جدولي. ترتب خلاص بقى خلاص. دقيقه يا فندم. اتفضل يا استاذ مديح، اتفضل في الاوضه دي. الله أكبر. مع إني يا أخي ضد اختلاط الفن بالدين، بس الولد ده لمس فيها حاجة. إيه يا ترى الحاجة اللي لمسها؟ الله يرحمك يا أمي، الله يرحمك، الحمد لله رب العالمين. إيه ده بقى مديح؟ مش عايزين نعيط ها؟ عايزين نعيط. الحمد لله رب العالمين. أنا صليت وأنا شارب خمرة. أستغفر الله العظيم. سامحني يا رب، سامحني. تمام؟ تمام، أنا رتبت كده جدولي وحاجاتي، يعني أنا إن شاء الله معاكم. يا الحمد لله يا رب، ده أنت عايشتنا في خمس دقايق رعب يا أخي. حاجة واحدة بس عايز أستفسر عنها. اتفضل. مين البطلة؟ الفيدات اللي هتقف قدام مديح البنوسي؟ انتباهي، مش خسارة إن أنا موهوبة زي كل يوم والتاني ممسوكة دعارة؟ كلمينا يا تباهي عن الأدوار اللي عملتيها قبل كده. عملت دور فتاة ليل في مسلسل رمضان اللي فات، طبعا كلكم شفتوه. يمكن ما خدتوش بالكم، هما كانوا مشاهدين بس علموا جامد. وعملت دور عاهرة في مسلسل مش فاكرة اسمه. وعملت دور بروستيتيوت في فيلم مصري امريكاني تصور هنا في الهرم، بس اتمنع قالك بقى سمعة البلد والحاجات دي. معلش، هو حضرتك ما عملتيش ادوار عادية قبل كده؟ مش عارفة والله، هم المخرجين زنقني كده في حتة مش عايزين يسيبوني منها. طب على العموم هو الموضوع عندنا انظف من كده. يبقى لازم مشهد حموم. لا مش انظف من النوع ده. نتكلم في الاجر؟ معلش، الميزانيه عندنا زي ما تقولي واطيه شويه. عموما مش هنختلف، انا هاجي معاك وزي ما بنزل عادي 200 جنيه في الساعه. عايزيني بقى امثل، ارقص، اغني، اقلع عادي. الغي العمليه. استنى بس. الغي ايه؟ هي لا ترقص ولا هتقلع، هنخليها تمثل بس. انا قلته ايه؟ انت مش جاهزه بحاجه تمثلها لنا دلوقتي؟ عيوني. هقول لكم مشهد كده، هي واحده ماشيه على الاوتوستراد، طلعوا عليها خمس شبان اغتصبوها واحد ورا التاني واحد ورا التاني، لغايه ما كلمت حبيبها عشان يجي ينقذها، وفعلا جه وانقذها. الحمد لله. الحمد لله. بس جه بقى بعد ما انقذها اغتصبها برضو هو وخمسه اصحابه تانيين مختلفين خالص عن الخمسه الاولانيين، فانصدمت وانجرحت. همثل لكم بقى لحظه الصدمه. اقلع عادي؟ انت بتتلككي عشان تقلعي؟ ما تسيبها تقلع يا اخي. طيب اعزنك قلعتي، احنا هنتخيل كده بردك يا اشرف. هايل، انت يا بنتي اللي هتعملي الدور. يا معلم يا معلم، يا معلم يا معلم. مش عارف انت جايب بنتك دي منين يا معلم. قصدك يعني عشان اجنبيه؟ طب وايه يعني يالا؟ انا كمان شكلي اجنبي، مش شايف الشبه؟ انا احكي لك احمار، اصل انا كنت بروح ايرلندا كتير قوي عشان استورد بهايم ما يتخيروش عنك كده. انا اكبر شفت امها اعجبت بيها كام سنه كده وربنا افتكرها. المهم فضلت معايا جواب، نزلت بيها مصر وسميتها جواب فضاحي. صباح الخير يا بابا. يا صباح الفل يا روح بابا. على فين يا جواب؟ رايحة اتفرج على تمرين الفرق. تمرين الفرق برضو ولا تمرين سيطربيشي بتاعك؟ طب ما بحبه يا بابا. اخرس يا بنت، انا ما عنديش الكلام ده. طب وانتابلي؟ انتابلي؟ انت بلي مين ده؟ شماوي. بوسي قدامك يا. طب انا هقول، خلي طرابيش يكلم لاخته توافق عليا وانا اوافق على جوازك. طب ما اخته مش راضيه بيه. هي الطول. وهتنسى مامي يا بابا.
ماما سلام. بو دي كانت اوسخ ايام، عاشت وماتت مش فاهم منها ولا كلمه. انما دلوقتي للبس، يا سلام للبس وبس، بيئه قذره. يا حبيبه للبس. ضاحي 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 للبس يا ضاحي للبس ضاحي للبس ضاحي للبس ضاحي للبس. اتصدمت. انت يا اختي طول ما واقفه مقمبراهم كده حال الحاره مش هيتعدل. ضاحي الحقني يا ضاحي. مالك يا حب؟ اخويا اتقبض عليه. ليه؟ سرق كاس مصر. فخس عليك الشيخ. اوعى تقول كده على اخويا. اخويا مش حرامي، هم اخدوا تحري. تحري ازاي؟ ده مع رئيس نادي واصل. لا لا انا اعرف. خد يا جوافه اتصلي لي بمدير الامن. اتصل ببلوك امين رجب. بلوك امين ايه؟ بقول لك مدير امن. حاضر. ما بيردش. يبقى مكوع شويه. يعني ايه؟ اخويا مش هيبات في حضني؟ لا يا حبيبتي هيبات في حضنك ما تخافيش. طب ولو ما باتش؟ ابات انا وعيد السنه. بتحبي فيها ايه؟ دي شبه بدريه طالبه. ايدك يا كسر ايدك. ولا ايه؟ ولا ايه؟ انت هتدرب يا مدير النادي بتاعنا ورئيس مجلس الإدارة يا حيوان. دول مجموعة كروت لشوية لواءات ومديرين أمن، زبايني عندي في المحل فضلة خيرك. كلمتهم عشان يخرجوا الواد، قالوا لي مش محتاجة يا ضاحي، احنا كمان مش هنستنضف نكلمه. خد الموضوع مش مستاهل يا معلم. هو عايل سيس ومحتاج واحد سيس زي يضمنه. وأنا أضمنه برقبتي. هتدرب ياض. أنا خليك يا معلم. بطاقتك. مش الهاش. اخ ده الكارت بتاعي، المعلم ضاحي رئيس مجلس اداره النادي، يعني الارت دايركتور. امضي لي هنا يا معلم. بابصم. ابصم لي هنا وامشي انت. تمشيش ياض. امشي انت. طب استناني شويه بره ياض. بلا خليك لا يا معلم. حبيبي اتكل انا على الله. على فين يا معلم؟ ابدا بفضل خيرك عندنا خروفين في المحل عاوزين نقوم بيهم، ثم الحقيقه المكتب بتاعكوا حر، انا مش عارف مستحملين هنا ازاي. لا ده انت عليك 6 شهور سجن وما صدقنا انك نجيب برجليك. تحب اكلم لك حد من الروته تيجي يضمنك؟ لا انا هستنى البلوكامين رجب حبيبي اصلا. قهوه ريحه ولو عصير يبقى اناناس. وسع للباشا انت وهو. وسع للباشا. اتفضل يا سعاده الباشا. هتشوف وسع للباشا معامله دلوقتي. هتشوف يا عم. اتفضل يا سعاده الباشا. بص بنفسك دلوقتي. بص انت متاخر على. وفي ايه يابا؟ انا جوافه انا عايزك تاخدي بالك يا حبيبتي من الصحافه. صحافه؟ صحافه ايه يابا؟ وانت فاكر نفسك سوفينار؟ سوفينار وفي حد عارفك اصلا يا خراشي؟ انا بديك الساعه لما ابقى سوفينار يا جوافه. لا قولي لي الجدع المحامي ده اللي اسمه جمال عرسه الصغير جه ولا لسه؟ زمانه جاي. اهو. السلام عليكم يا مساجين. السلام عليكم يا مساجين. السلام عليكم. جيمي نورنا ابن عمي. عامل ايه؟ اهلا باحلى معلم. انت ايه اللي اخرك يا جيمي؟ بقول لك ايه، كان عندي قضيه قتل مع موكل. كان واخد مؤبد والحمد لله بعون الله استاذ جمال عرسه عمل نقض وجاب له اعدام. يخرب بيتك انت قريت القضيه يالا. هو بيعرف يقرا. بص يا معلم انت عليك 6 اشهر و10000 جنيه غرامه. أيوة. بعون الله هعين لك ال10000 جنيه وتاخد ال6 اشهر. ايه رايك؟ انت ابو اللي جابك هتوديني الدايه. خلاص 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 سمع. براءه بعون الله. براءه بعون الله. يلا ورايا تعالى خش. الاوضه دي حر. خش ورايا بس. حر يعني. ايه صافي نار. انا بدك الساعه خراشي. خد بالك من نفسك يا جوافه. قادر يابا. يا
بقى مع بعض قرارات مجلس الإدارة الجديدة. وعملت اجتماعات مجلس الإدارة فين يا معلم؟ في الحبس؟ لا عند أمك. بقول لك يا معلم، مالك سيرت الأم؟ يبقى عند أختك. أنا يا صني أنا الشوه عليك يا جيجو. احترم نفسك. أولاً تعيين السيد المتر جمال عرسة مديراً للكرة. لو عندك 30 قضية كابتن جمال عرسة يروحك في العربية. ساب يا ابن ثانياً في حالة خسارة الفريق تسريحه، يلا بلاش قرف، وتحويل النادي لمزرعة بهائم، وعرض بنتي للبيع في يناير، قصدي للجواز. تعمل ايه؟ ألعب على المرتدة وخلاص. قول لك ايه جوافة يا حبيبتي، انا عاوزك تسجلي الماتش اللي هيتذاع على قناة النيل ده. حاضر يا بابا. هتغدى ايه؟ لا هتغدى مع شوبير في استاد النيل. طب هتعشى ايه؟ لا انا هتعشى مع عميد هتشلبي في مساء الانوار. طب هتيجي امتى؟ لا انا هرجع بعد العاشرة مساء. يا بابا مش احسن تجيبيها المدرب اجنبي احسن من العرف اللي احنا فيه ده؟ مدرب اجنبي لعيال سيس. ايه يعني سيس؟ يعني تساؤل. ايه يعني التساؤل؟ يعني سيس. ايه يعني سيس؟ يعني تساؤل يا حبيبتي. ايه يعني تساؤل؟ يا حبيبتي زي طرابيش اللي انت بتحبيه ده التساؤل والسيس وكل حاجه، هو واصحابه واخواته وعيلته كلها. انا وعدت كل عيل من دول لو كسبوا الماتش اللي جاي هصرف لكل واحد فيهم 3 رغيفة حواوشي سوبر من ابو 7 جنيه. اسيبك انا بقى عشان شوبير رنالي. حاضر يا شوب. عن اذن. يا رب تغلبوا عشان ما تسمموش.